السلام عليكم. اليوم عندنا عملة آل كابون، أول عملة لسلسلة العصابات، أول واحد آل كابون راح نتكلم عنه وتفاصيله، بس أول شيء نشوف العملة ونشوف تفاصيل العملة. هاي ريليف، يعني مثل ما تشوفون العملة تكون بارزة مطلية بالذهب لسنة 2022، ولكن تمسكها في سنة لسنة 2021، تمسكها في سنة 2022 من الخلف على شكل رصاص مثل ما نشوف، جميل جدا. وجه العملة 5 دولارات، دولة النيو، سنة 2021، عدد السك 500 قطعة فقط، ورقم العملة اللي عندي رقم 25. التشطيب معتق، أنصتين من الفضة، دولة النيو. الحين راح نتكلم عن حياة آل كابون. من هو؟ هو اسمه ألفونسو آل كابون، أقوى رجل عصابات في شيكاغو، وقتل بنفسه أكثر من 400 شخص بنفسه. طبعا بدايتها كانوا انتقلوا أهله من إيطاليا إلى نيويورك سنة 1894. ولد آل كابون سنة 1899 في نيويورك، عنده 6 من الأخوان وبنتين أختين، وأخوه عنده أخو ريتشارد صار ضابط الشرطة وغير اسمه من آل كابون عشان يفتك منهم. وهو عمره 14 سنة ضرب مدرسته وانطرد من المدرسة، وقدر يترك الدراسة ويقنع والديه انه ما يبي يدرس خلاص واشتغل. وكان الحي لهم فيه، الايطاليين كان لهم حي خاص لانه كانوا فقراء، فحي الفقراء، وكان ممنوع منهم انه يروحون لحي الاغنياء. فآل كابون دائما يشوف الاغنياء ويتمنى نفسه ان يكون بينهم، فحطها براسه. طبعا اشتغل حارس في بار مالكة فرانكي بيل، وهو سبب دخول آل كابون إلى العصابات، لأن مالكة كان من العصابات وهو اشتغل في بار كسيكوريتي. ولقبوه بسكار فيس لأن ما مثل موضح العملة تشوفون هذه، ترى هو في هذا السايد بس هو دائما يخشه، لان عنده جرحين في وجهه وواحد في رقبته بسبب هوشته في البار، راح نتكلم عنها. فكان يغازل واحدة اسمها لينا، غازلها كذا مره ما عطتها وجه، فاخر يوم اعطاها يعني كلام غازلها بس بطريقه وسخه، فاخوها هني عصب على آل كابون وقام تاوش معه بالسكين وشد اخويها وجهه ورقبته، فظلوا. طبعا تعقد جدا من هذا الامر بسبب ستين، فكان مرات يخشها بالبودر، ودائما التصوير يكون من الجهة الثانية بس العملة متعمدين يحطونه، وهو السكار فيس الأصلي اللي باتمان خضع عنه. انضم العصابة 5 بوينت جاج بعد هذه، وكان تحت رئيسه اسمه جوني توريا، ذكر الاسم جوني، وهو معلم قائد آل كابون، وبدأ بإجرامه من تحت إيد جوني، وصار بالإجرام بالسكاكين والأسلحة من دخل هذه العصابة. ولكن بعد فترة حب بنت اسمها ماي هوفليك، وياب أول ولد اسمه سماه ألبرت، وقرر يبتعد عن حياة العصابات، ولكن واشتغل كمحاسب في شركة صغيرة. بس ما طول وايد لأن أبوه توفى بسكتة قلبية، ولما راح رجع لأهله شاف حالة عائلته إن سيئة جدا، فقرر إنه يدخل إلى العصابات مرة ثانية عشان يساعد أهله بعد وفاة أبوه. ورحب جوني طبعا فيه ان عقب ما رجع يشتغل، وكان جوني يشتغل تحت رئيس عصابة كبير جدا في شيكاغو اسمه بيج جيم، وكان موجود في شيكاغو، وقدم دعوة لجوني والآل كابون ان يون ينضمون حقه في شيكاغو ويتركون نيويورك. وجوني صار اليد اليمنى للبيج جيم، وبدأت العصابة تتوسع بسبب جوني وآل كابون، لأنه قاموا يحلون كل المشاكل بالعنف طبعا اللي تصير للعصابة هذه. والشيء اللي طلعهم زيادة في سنة 1920 تم إصداء منع الكحول في أمريكا، يعني تخيلوا أمريكا منعت الخمور. فجوني توريا حاول يدخل بالخمر وكلم رئيس العصابة، ولكن رئيس العصابة رفض وقال اللي عندنا احنا كافينا وزيادة، ما يحتاج ندخل بالخمور. بس آل كابون كلم جوني وقال جوني ان الرئيس كلش مراضي، فقال آل كابون الرئيس شيب وحان وقت تصفيته، وقال انا راح احطك يا جوني مكان الرئيس.
وفعلا جوني وين فآل كابون ما ذبح بيج جيم نفسه، راح عند رئيسه القديم اللي بالبار كان تذكرونه فرانكي بيل، وقال انت اللي راح تذبح بيج جيم، وفعلا ذبحه بسنة 1920 وصار توني هو رئيس العصابة، وآل كابون صار ايده اليمين وكان عمره 21 سنة آل كابون بهذا الوقت، ودخل بقوة على بيع الخمور وبدأ برشاوي الشرطة، وكان دائما يعطي الفلوس للناس والفقراء عشان يبين أن صورته زين، وكان يحب ينشهر عكس رؤساء العصابة الثانيين إنه يخشون نفسهم، كان آل كابون يتفاخر ويظهر للناس بهذا الشكل، وكان رابس خاتم قيمته 50,000 بهذاك الوقت أضربه ب13، وصار الفلوس العصابة أكثر من 100 مليون دولار بهذاك الوقت، ما يقارب 1,300,000,000 بهذا الوقت. تخيل في سنة 1923 صارت حرب عالمية بين العصابات، لأن العصابات الثانية طمعوا في آل كابون، وصارت حرب قوية جدا في شيكاغو، وسموها السنة الدموية بسبب حرب العصابات، ولكن طبعا فاز توني وآل كابون على جميع أعدائهم. وسنة 1929 هدأت الأمور ومسك توني وآل كابون أمور بشكل تام، وبما أن هدت الأمور رجع توني إلى إيطاليا وخلى أمر العصابة بإيد آل كابون، وهو رجع لأن أمه مرضت. وطبعا في شيكاغو بهذاك الوقت يقولك تقريبا أكثر من 60% من رجال الشرطة كانوا مع العصابة، وكان مسيطر بشكل تام على دولة شيكاغو. طبعا آل كابون هو الجاد فاذر بالفيلم، مو مايكل الجاد فاذر لوبو. طبعا اخوانه فرانك وراف دخلهم معاه بالعصابه، ياب اسرته وعاشوا ببيت جميل جدا، واخوانه قاموا يلعبون بالتصويت ولجان الانتخابات والتصويت، وقاموا يلعبون على كيفهم، مما ادى الى زعل الناس، وراحوا حق القاضي اسمه ادمن جيري وطلبوا منه ان يعني يشوفون امره. فالقاضي امر 70 رجل من الشرطه يروحون الى بلده سيزرو يتاكدون من معلومات لعب، فلما وصلوا الشرطه شافوا اخو آل كابون قدام احد لجان الشرطه، اخو فرانك اللي هو اخوه الاكبر، فبدات الشرطه بمراقبته وحس فرانك فيهم، وهو اتوقع انه عباله من عصابه ثانيين جايين يقتالونه، فاطلق هو عصابته النار على الشرطه، ولكن لما اطلق النار طلعوا الشرطه من كل مكان ورشوا رش العنو خيخيره وانطروا عليهم سيل من الرصاص، ومات اخو آل كابون بسبب هذا. اصبح آل كابون طبعا آل كابون في قهر بس ما يقدر ينتقم من رجال الشرطه ولا من القاضي ويجيب العيده في نفسه، فصار عنيف جدا جدا جدا، حتى في فترة أحد من رجال عصابته تم ضربه من رجل عصابة أخرى، وهذاك اللي كان جاي يتسلف من آل كابون رفضوا له، فطق واحد من عصابة آل كابون، فآل كابون بنفسه قال لهم وين مكان هذا الشخص، راح له ودش عليه بالبار، كان يسب هذاك آل كابون، كان يعصب آل كابون، يطلع مسدس ويذبحه بالمسدس على راسه قدام الموجودين كلهم. لما جت الشرطة صار تحقيق، أغلب الشهود نفوا الأمر وقالوا ما صار بسبب يا الرشو يا إنه كانوا خايفين. طبعا صار آل كابون عدو، طبعا فرانك رجع إلى إيطاليا، رجع من إيطاليا وتقاعد وقال صار آل كابون هو الرئيس. فلما صار عنيف جدا آل كابون رجع جوني وهدأ الأمور آل كابون، ثم تقاعد جوني ومسك آل كابون عصابة ورد مرة ثانية إلى العنف، وكان عمره 26 سنة لما مسك العصابة. طبعا صار عدو الأول نفس ما قلت لكم، عدو الشعب الأول في سنة 1930، ما قدروا يمسكون عليه أي تهمة، فبعد وقت مسكوا عليه تهمة عدم دفع الضرائب، وتم سجنه 11 سنة بسبب هذا الأمر. طبعا بالسجن نقلوا لي سجن الجزيرة في البحر، عشان يقطعون تواصل معاه بشكل تام، فقد عقله بسبب مرض الزهري، وأصبح عقله كعقل عمره كطفل عمره 12 سنة، مثل ما تشوفون بالفيلم، بس ما وضحوا الأمر أنه كان يلعب مع الياهل بالمزرعة ويركض، اللي شاف فيلم الجاد فاذر، لأن مخه صار صغير ومرض ومات، وباجي تكملت لآل كابون الأسرة في إيد مايكل عقب ما تقاعد بسبب هذا المرض. شكرا متابعتكم، إذا عجبكم حطوا لايك وسووا سبسكرايب وشير وفولو.